مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير شوكليت كيك كتير سهل وسريع مع التزيين. عنا 5 بيضات، كوب طحين، نص كوب كاكاو ونخلتهم اكيد، ملعقة صغيرة فانيلا، بيكنج باودر، نص كوب زيت نباتي، نص كوب مي، وثلاث ارباع كوب السكر. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط الفانيلا والسكر، بخفقهم مع بعض على سرعة عالية. خلصنا الخفق، هلا بحط الزيت المي بيكنج باودر، بحط شوي شوي من الطحين والكاكاو وبخفق على سرعة خفيفة. انتهينا من الخفق. هلا عندي قالب دهنته زيت نباتي وحطيت بقلبه طحين، بعمله بهيدي الطريقة. هلا بحط العجينة بقلب القالب. بسم الله. بدخل الكيك على فرن حامي على درجة 180. هذا الكيك اخذ بالفرن حوالي 40 دقيقة. هلا بحط الكيك على جنب ومنا نعمل الكريمة مع بعض. عندي 150 ملي حليب وظرف كريمة، بخفقهم مع بعض. خلصنا خفق. بعد ما خفقت الكريمة وخلصت، هلا بدنا نبلش بتزيين الكيك. بحط ورق زبدي بهذا الشكل. هذا الكيك طبه بهذه الطريقة. بسم الله. بقص الكيك على النص. بسم الله. بهيدا الشكل بشيل الكيك بهيدي الطريقة. هلا عندي عصير أناناس، بسقي الكيك بهيدا الشكل عصير أناناس. كمان هيدي الطبقة بسقيها بعصير الأناناس. بحط كريمة، كمان بحط كريمة على الطبقة الثانية. عندي أناناس، هلأ بحطهم بقلب الكيك. بعد ما حطيت الأناناس بهيدا الشكل، هلأ بدي طب الطبقة الأولى على هيدي الطبقة الثانية. بهيدا الشكل جلسها لتصير على سوا بعض. هلا منشيل ورق الزبده، حط كمان شوي كريمه هون بهيدا الشكل شي خفيف. منزين بهيدا الشكل على شكل ورود. كمان نفس هيدول الورود بعمل على الجنب بهيدا الشكل. خلصنا من الزينة. هلأ عندي كرز بدي زين فيه وجه الكيك. كرز مجفف بهيدا الشكل. بحط على الوجه كمان برش شوكولا خفيف، بيعطي شكل حلو. اتمنى يلي بحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.